وياي أم حيدر والدة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. إيه والدته مثل ما قال محمد شياع السوداني. ناشدنا لها قبل 4 أشهر رئيس الوزراء، قلنا لها أم حيدر فراشة بمدرسة بمحافظة المثنى، خدمتها الفعلية 10 سنوات، عندها خدمة مجانية 5 سنوات، طلعوها تقاعد سن قانوني ب10 سنوات، فطلعت بدون راتب تقاعدي. فناشدنا دولة رئيس الوزراء، قلنا له أنت أبو الحنية، أنت أبو الغيرة، أنت أبو النخوة، أنت الطيب، أنت الخلوق، من صلاحيتك تحسب لها 5 سنوات وتطفي سلفة ما أخذتها. اتصلوا بينا مكتب رئيس الوزراء، قالوا تم، رئيس الوزراء يقول هاي أمي وما أقبل أمي بهذه الحالة، راح نوافق لها على 5 سنوات ونطفي السلف اللي بذمتها. من يوم المناشدة اللي صادفت تقريبا شهر 12 ولغاية هسه احنا الشهر نهاية الشهر الثالث، كل شيء ما قبضت من ابنها محمد شياع السوداني خلوها مثل التاير، يومية تفتر بدائرة. صوروا رئيس الوزراء يخاطب تربية المثنى يقول لهم طفوا السلفة، زين يطفونها مين اللي مولها سلفة بيناتهم غير انت رئيس الوزراء المفروض تخاطب وزارة المالية وتطفي السلفة، غير انت رئيس الوزراء تعطيها استثناء وتضيف لها الخدمة مالتها 5 سنوات المجانية، تعرفون لغاية الآن أم حيدر تداوم بالمدرسة رغم انه طلعت تقاعد، تداوم بالمدرسة حاليا بصورة مجانية، المدرسات جزاهن الله اللي ملها 2000 ألف ويطنها كل شهر. شون بيج؟ والله ما أدري، والله تيام الله ويومكم، ما أدري شو أسوي، وين أروح ما أدري. شكو مرة راجعت الدوار؟ والله هواي مرات، وهاي المرة وياي والحسين تركضوا ماكو، بس ما يسوون، ما يستجابون. مو عندك موافقة من رئيس الوزراء؟ يقولون ما لنا شغل، إحنا نقول هاي أول مرة تجي علينا الحال. ما نقول ما. كم مرة رحت لبغداد ورحت للتربية؟ بغداد مشيت مرة. إيه. ولا السماء يمكن فوق 20 مرة. ماكو. ولا هذا ولا النال البر ما يثه. إيه. أما ماكو. وشون عايشة هسه؟ والله عايشة أشتغل مجانا. ويلم للمدرسات. هم نعم الله عليه. وخدمتك 10 سنوات وطلعت بلا راتب. أي والله كل شيء ماكو. لأن يحتاجش بعد 5 سنوات. وانت عندك خدمه مجانيه 5 سنوات. ايوه بس شو تقولي لرئيس الوزراء باعتباره يقول انه انت امه؟ والله مشي عليه الحسين يخلصني، ها وشوف ايش يسوي لي شعر، مشي عليه الحسين ابو عبد الله، لان انا ما عندي وين اروح والحسين ما عندي. انت ابنك رئيس الوزراء؟ أيوة. ان شاء الله ان شاء الله ما يقصر عني. ايوه دولة رئيس الوزراء ما تدري أعرف، أنت رئيس وزراء العراق وين تعرف أم حيدر أو غير حيدر، مشاغلك كبيرة، مسؤولياتك، والله عاذرك، بس هاي أنت قلت عنها أنه هي أمك، فهاي أمك هيش صار بيها، قرائبك، جيرانك، أعدائك، شون؟ شو يسوون بهم بالدوائر؟ خدمة 5 سنوات وسلفة، إيش قال سلفتك؟ 5 بـ5 10 ملايين رئيس وزراء ما قدرت تطفيها وهي مخرجة أجيال على إيدها، هسه لو مطيهن من راتبك هم نسدن وراحن. رجاء لا حد يتحدث بالإنسانيات والمثاليات، وعلى أرض الواقع كل قبض ماكو.